علي هل يا أفق البيان. فرقة فداء المزمع مشاركتها في مهرجان أمير النحل الإنشادي الخامس بمأتم المرخ، تأسست عام 2012 بمنطقة بوري، تضم 15 منشدا من داخل القرية وخارجها. لها مشاركات عدة في المهرجانات والاحتفالات المقامة بمعظم قرى البحرين، ومنها مهرجان أمير النحل بمنطقة المرخ عام 2018، والذي ضم عددا من فرق البحرين الإنشادية، وقد فازت فيه فرقة فداء بالمركز الأول من بينها بحسب تصويت الجمهور. تطمح الفرقة للظفر بالمركز الأول هذا العام حسب رأي لجنة التحكيم، وتتمنى نيل استحسان الجمهور والتوفيق لكل الفرق المشاركة.